رئيس الحكومة يوسف الشاهد في حوار خاص حول الوضع العام في البلاد والاحتجاجات التي تعرفها عدة مناطق. علاقة الحكومة بالأحزاب السياسية خاصة الممضي على وثيقة قرطاج إلى جانب ملفات أخرى تتعلق بالوضع الاقتصادي والمالي لتونس. رئيس الحكومة يوسف الشاهد في حوار خاص على الوطنية الأولى إثر نشرة الثامنة للأخبار، كما يبث على قناة الحوار التونسي وإذاعة موزيكا فان.